السلام عليكم ورحمة الله. جبنا لكم طواجن مكرونة عشان هنعمل فيها طاجن كبدة ولحمة مفرومة اللي احنا بناكلهم في ايه محلات الكشري. اقولك ازاي نقدر نعملهم عندنا في البيت بأسهل الطرق. اتفرجي على الجمال واتفرجي على الحلاوة، واقولك ازاي لو ما عندكيش الفرن دي تقدري تعمليها في اي صينية عندك او في اي فرن عندك. يلا بينا نبدأ المقادير. اول حاجة بجيب عندي المكرونة كيسين اتنين من المكرونة، بجيب عندي شوية زيت وشوية ملح، تمام، مكرونة تكون حلوة كده، وعندي الفرن اللي انا هبدأ اشتغل ايه فيها. اجيب عندي حلة على النار وابدأ اللي انا احط فيها المية السخنة واخليها تسخن، احط فيها شوية زيت صغيرين وشوية ملح. موضوع سهل جدا. اهم حاجة في سلق الطواجن ده يا جماعة المكرونة ما بتاخدش تسوية كتير. اقلب الملح مع الزيت مع المية السخنة ونبدأ نضيف عندنا المكرونة. القلم اللي عندنا قدام حضراتكم بتاخد بالظبط يعني نص تسوية، اوعي تزودي التسوية عليها عشان الطاجن يطلع معاكي مظبوط وزي الفل. يعني ديت نص تسوية بالظبط. بعد كده بعمل عندي على ما هي تستوي معايا اعمل عندي الصلصة الحمراء. اقوم جايب عندي عصير طماطم، سمنة او زيت، صلصة طماطم وبصل وفصين اتنين توم مفرومين. اجيب عندي حلة على النار على ما المكرونة تتسلق، حط فيها المادة الدهنية ونضيف عندي البصل المبشور او مفروم فرم ناعم، واقوم حاطط عندي فصين اتنين من التوم، ونقلب تقليبه كده حلو على النار لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. المكرونه عيننا عليها نص تسويه بس، ده مهم جدا جدا يا جماعه. البصل اهو قدام حضراتكم، نبدا نحط عليه بعد ما تثبت كويس ودبل معايا، بقوم حاطط عندي عصير الطماطم وصلصه الطماطم وشويه الملح وشويه الفلفل الاسمر، وبعد كده بقوم حاطط عندي اقلبهم كده تقليبه ورشه سكر حلوه جدا عشان تدي طعم حلو، وندي التقليبه ونسيبها تتسبك عندي على النار. نخش بقى على الكبده، اقطعها عصافير كده صغيره، حط عندي عليها فصين اتنين توم، شويه ملح وشويه فلفل اسمر، وبعد كده شويه كمون، وعندنا شويه زيت صغيرين، معلقتين زيت، وعندي شويه كزبره ناشفه وفلفل اخضر رومي، لو عايزه تحط فلفل حامي ده اختياري. واقلب الخلطه ديت كلها مع بعضها، وما احطش الليمونه الا في الاخر خالص، عصير الليمونه كده في الاخر قبل ما تستوي معايا. وبعد كده ببدا ان انا اخدها فين عندي على طاسه عندي على النار. اهم حاجه يا جماعه تخلي بالكم ان الكبده لان لسه هتخش الفرن، فبديها حوالي ايه نص تسويه، والنص التسويه الثاني عشان ما تشدش بدخلها فين في الطاجن. افضل اقلب فيها واديها عصير ليمونه كده في الاخر ونسيبها عندي على النار. طيب على نار هاديه جدا، صلصه الطماطم اتسبكت معايا. نخش عندي على اللحمه المفرومه، عصاج عادي جدا، سمنه او زيت، احط عندي بصلايه مفرومه، احط عندي اللحمه المفرومه الربع كيلو، وبعد كده ابدا اقلب فيها لحد ما تبدا اللي هي تستوي وهي على التسويه كده. اقوم مديها شويه الملح والفلفل وشويه البهارات، واديها عندي معلقتين اتنين من صوص الطماطم اللي احنا حاطينه للمكرونه دي، بتدي طعم حلو قوي للحمه على فكره، بتتعصج يعني. واقلبها كده تقليبه جميله ونسيبها. نخش بقى على الطواجن. الطواجن ديت على فكره بتيجي من باب الشعريه يا جماعه، يعني اللي عايز الطواجن ديت اي محل بيبيع ادوات منزليه موجود عنده، او لو عايزه بقى الاصل بقى هي في باب الشعريه، تمام، عند الحاج مصطفى العجيل، عندي ناس كتير قوي يعني بيبيعوها بصراحه وموجوده يعني متوفره، وتقدري تعملي فيها حاجات كتير جدا. جيبي 8 مش هيخسروا معاكي، احطهم في بيتك، ادهنهم زيت يعني اغسلهم كويس جدا اول ما يجوا وادهنهم زيت واحطهم في الفرن حوالي 5 دقائق كده، وبعد كده اطلعهم واشتغل فيهم. احط عندي المكرونه بقى اللي انا نص تسويه، احط عندي صوص الطماطم اللي عندي اللي احنا عملناه، واقلب الخلطه ديت كلها مع بعضها، تمام، قدام حضرتك بشكل بسيط جدا وسهل. واللي ما عندوش الفرن ديت يقدر يعملها في صينيه على فكره مدوره، يجيبها او صينيه تيفال تكون شفتها عاليه مثلا، ويحط فيها الايه، يحط الحشو اللي احنا عاملينه الكبده او اللحمه المفرومه ويبدا يشتغل فيها. اجيب بقى عندي الكبده ونبدا نحطها فين في الفرمه من تحت قدام حضرتك كده، واللحمه المفرومه شرحه نفس الكلام. وبعد كده بجيب عندي بعد ما احط اللحمه المفرومه اجيب عندي سباتولا كده صغيره او معلقه واكبسها كويس جدا عشان لما اجي اقلبها تطلع معايا مظبوطه. اجيب بقى عندي المكرونه ونبدا نملى عندنا الفرن اللي قدام حضراتكم. جميله بصراحه يعني، يعني الموضوع ممتع يا جماعه برضو، هتحس ان انت قاعد فين في محل كشري. املى عندي الفرن زي ما حضرتك كده شايفه على الكبده، وبعد كده ايه وانا بحطها كده بالمعلقه كده ابدا ان انا اكبسها كده حاجات بسيطه اهي بايديا كده او بمعلقه ابدا نكبسها. وبعد ما خلصت معايا نبدا نعمل ايه بقى، اهي اتامله بس كله الاول مظبوط، ابدا اغطي بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، والغطا كمان يبقى مدهون زيت حاجات بسيطه. الصاج بتاع الفرن موجود،
على طول على الفرن يا باشا. نحط حوالي ايه ربع ساعه ولا تلت ساعه كده لحد ما تبدا اللي تستوي معايا والنار تكون عاليه. بعد ما خلصت معايا سيبها تهدى شويه حوالي دقيقتين كده او ثلاث دقائق، وبعد كده نبدا نفتحها ونشم الروائح اللي مش طبيعيه. وبعد كده نقوم جايبين عندنا اطباقنا الستلس ديت برضو جايبها من هناك، اقوم واخدها ونبدا نقلب فيها قدام حضراتكم المكرونه. اوعى وشك بقى، اوعى وشك بقى، اهي بص طالعه عامله ازاي ما شاء الله. السلام لو شويه دقه كده جنبهم. تعال نشوف الكبده، نشوف الكبده اهي، بص ما شاء الله الكبده قدام حضرتك اهيت ما شاء الله اهيت واحده واحده، يا عيني على اللمعه والجمال. ودي اللحمه المفرومه برده. نبدا بقى ايه نقلب الفرن كلها، وبعد كده نبدا ان احنا نقدمها. ويا سلام لو قدمناها مع شويه دقه كده من بتاع الكشري، دقه اللي هي بتتعمل اللي هي الثوم والخل والليمون وشويه ميه وشويه كمون وشويه كزبره، ونقدمهم جنبها. اشوفكم على خير، سلام عليكم.